الموجز الرياضي يأتيكم على أول قناة إلكترونية بالجزائر زيرتيوب، أهلا بكم. بداية، يواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تحضيراته استعدادا للمباراة التي تنتظر أمام منتخب غينيا يوم 6 شهر جوان القادم بملعب نيلسون مانديلا، وهذا في إطار الجولة 4 و5 في تصفية المؤهلة لكأس العالم 2026، أين يواصل عناصر المنتخب الوطني التحضير بكل جدية بعدما أجروا حصتين تدريبيتين، الأولى جرت أمسية البارحة، أما الثانية فكانت أمسية اليوم. هذا وينتظر بيتكوفيتش التحاق بقية العناصر بتربص الخضر. هذا ويواصل النجم العالمي كريم بنزيما زيارته إلى الجزائر، حيث زار تدريبات نادي مولودية وهران صبيحة اليوم، كما التقى مع ولي الولاية الذي قام بتكريمه ببرنوس وهراني. هذا وأعجب كثيرا بنزيما بمدينة وهران، زار أصول والده ومكان إقامة والده وأجداده، بعدما قام بزيارة ولاية جاية أين يقطن هناك أجداده من أمه. إلى أخبارنا المحلية، أين كشفت إدارة نادي نجم بن عكنون عبر صفحتها الرسمية عن بيان رسمي نددت من خلاله عقب تصريحات رئيس مولودية البيض، حيث طالب مسيري نجم بن عكنون بالتوقف بالحديث باسم فريقهم، خاصة وأنه تنتظر مباريات مهمة وفترة حساسة. إلى أخبارنا الدولية، حيث يواصل نادي ريال مدريد الإسباني تربعه على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا برابطة أبطال أوروبا، مزيدا في سياق التقرير التالي. في سهرة أوروبية كروية خالصة، شدت أنظار محبي الكرة فوق أرضية ملعب ويمبلي الذي كان مسرحا للعرس الذي جمع بين الخبرة والتجربة صاحب الألقاب ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند صاحب الطموح. أبناء الملكي والذين عرفوا من أين تؤكل الكتف وتؤخذ الكأس، وتركوا 20 دقيقة الأخيرة ليفصلوا في مصير اللقاء الذي كان مفاتيحه بين رأسية كارفاخال وقدمي جينيور فيسيوس. ريال مدريد الذي أصبح يسيطر على منافسة رابطة أبطال أوروبا بالطول والعرض ويؤكد في كل موسم أنه صاحب المواعيد الكبيرة. الميرينغي والذي حقق اللقب رقم 15 في تاريخ أغلى المنافسات الأوروبية، ما جعله النادي الأوروبي الأكثر تتويجا بذات الأذنين. 6 ألقاب لرابطة أبطال أوروبا في آخر 10 مواسم جعلته يرصع النجمة 15 فوق قميصه الأبيض. زملاء توني كروس الذين تجاوزوا نادي برشلونة الذي حقق 5 بطولات خلال 123 سنة. إذن هي كأس جديدة ستضاف إلى خزانة النادي الأبيض الذي لم يكتب التاريخ بل غيره وأعطى له نسخة جديدة. بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذا الموجز الإخباري، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.